لتفاصيل أكثر عن الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من عماد أحمد عزام، المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي. أهلا وسهلا بك أحمد. الأسواق تترقب هذا الأسبوع أرقام مؤشر الإنفاق الشخصي PCE في الولايات المتحدة، لعل حالة ترقب في كافة الأسواق حول العالم لهذه البيانات وسط توقعات بأنها ستشهد بعض التراجع عن القراءات السابقة، فكيف برأيك هذا سيؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض الفائدة؟ صباح الخير معي، شكرا للاستضافة. نعم، قراءة مؤشر الانفاق الاستهلاك الشخصي قراءة مهمة جدا، لكن لو لاحظنا القراءات الأخيرة هي قراءات لا تزال ضمن المعدل قرابة 3%، المتوقع أن تكون قراءات 2.7% على أساس سنوي. لا تزال القراءات لحتى الآن بالنسبة للمؤيدين تعتبر جيدة بأنها قريبة من المستهدف، لكن بالنسبة للمعارضين لتخفيض أسعار الفائدة بأن القراءات لا تزال ضمن نطاق محدد، لم نشهد العديد من الانخفاضات في الفترة الأخيرة، بالتالي لا يزال هناك بعض المخاوف بأن قراءات التضخم لا تزال راسخة. جيروم باول قد ذكر بأنه يحتاج قراءات أقل، قراءات متتالية أقل عن القراءات المتوقعة، لذلك لحتى الآن لو جاءت القراءة على ما أعتقد قرابة 2.7% 2.8% على ما أعتقد لن يكون هناك التغييرات لتتعير قراءة أسعار الفوائد في الفترة القادمة. عندما ننظر إلى المعطيات حتى بشكل عام مايا، لا تزال القراءات هناك بعض المخاوف من أن يكون هناك موجة تضخم قادمة. لو نظرنا إلى النمو الاقتصادي والذي سوف يتم الإفراج عنه في هذا الأسبوع 1.3%، قراءات أسواق العمل لا تزال تعتبر جيدة جدا، فبالتالي عندما نقرأ في فيليبس كيرف لا تزال هناك بعض المخاوف بأن يكون هناك موجة قادمة بالنسبة للتضخم. لذلك الأسواق الفيدرالي الأمريكي على ما أعتقد لحتى الآن موقنون تماما بأن تخفيض أسعار الفائدة قد لن يكون هناك أكثر من تخفيض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر، في شهر ديسمبر على أفضل الأحوال. لو جاءت قراءات أعلى من المتوقع في الفترة القادمة، قراءات مؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي، قراءات مؤشر أسعار المستهلكين قراءات أعلى أو حتى ضمن الرينج ضمن القراءات الأخيرة، على ما أعتقد قد لن يكون هناك تفاؤل بشكل كبير، خاصة بأن الفيدرالي الأمريكي أشار بالدوت بلوت الأخير بأن تخفيض أسعار الفائدة لمرة واحدة قد يكون هو الأساس في عام 2024، فبالتالي الفيدرالي الأمريكي رد فعل قراءاته ورد فعل هو على السياسات النقدية بالنسبة للبيانات الاقتصادية، فبالتالي إن لم يكن هناك هزيمة بالنسبة للنمو الاقتصادي أو انتصار على أرقام التضخم، على ما أعتقد أن الأسواق باتت تعتقد بأن تخفيض أسعار الفائدة قد يكون واحد، والفيدرال الأمريكي بات يعتقد، فبالتالي هناك بارلل أو في هناك توازن بين الفيدرال الأمريكي وبين توقعات أسعار الفائدة في الفترة القادمة. لابد أن نعرج أيضا على سهم إنفيديا، يعني في الولايات المتحدة طبعا في الفترة الأخيرة لاحظنا أن سهم إنفيديا هو الذي يدعم الارتفاعات والتراجعات في السوق إلى حد كبير. الارتفاعات على مؤشر S&P نحو 15% منذ مطلع السنة، 30% من هذه الارتفاعات تعود لسهم إنفيديا بدعم يعني من إنفيديا. وأيضا إذا ما نظرنا إلى أساسيات يعني السهم، PE ratio أو مكرر الربحية هو عند 74 حاليا trailing PE، ولكن الفورورد PE الذي المبني على الأرباح المستقبلية 47 مرة. هذه مكررات ربحية مرتفعة، ولكن ربما نظرا لشركة مثل إنفيديا وتوقعات يعني بأنه الأرباح ستواصل الارتفاع، وكل مرة يعني إنفيديا تتفوق على توقعات السوق عندما تعلن عن النتائج المالية، فإلى أي مدى برأيك ستكون إنفيديا قادرة على الاستمرار في التفوق في نتائجها على توقعات السوق والاستمرار في موجة الارتفاع؟ يمكن لو بدنا نناقش معي هون رح نناقش نقطتين أساسيات على اللونج رن أو على الفترة الزمنية الطويلة. على ما أعتقد باتت إنفيديا اسم راسخ بالنسبة للاستثمارات، فلذلك على ما أعتقد إنفيديا لا يزال هناك إمكانية لتسجيل ارتفاعات، خاصة بعد فلت أو بعد انقسام السهم. انقسام السهم قد يعني أنه هناك مستثمرين أفراد قد يدخلون بشكل أكبر على إنفيديا، مما قد يعطي حصة أكبر بالنسبة لإنفيديا في الأسواق. على الشورت تيرم على ما أعتقد قد يكون هناك بعض التقلبات. نعم، ربحية عالية جدا، أداء لحتى الآن ممتاز جدا، لكن عندما ننظر إلى الاقتصاد بشكل عام هناك بعض المخاوف بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة أن لا يكون دورة متتالية، أن لا يكون دورة سياسة نقدية تسهيلية. لذلك أميل
إلى أن يكون هناك إمكانية تداولات عرضية في الفترة القادمة بالنسبة لإنفيديا وحتى بالنسبة لتداولات المؤشرات الأمريكية بشكل عام في الفترة القادمة. لذلك أميل إلى نقطتين أساسيات: على المدى الطويل إنفيديا قد تسجل المزيد من الارتفاعات كاستثمارات طويلة الأمد، على المدى القصير أميل إلى إمكانية تسجيل تداولات عرضية في عام 2024. نعم كما ذكرت نقطة أساسية مايا بأن الربحية في السهم تسجل مكاسب بشكل أكثر من المتوقع في الفترات الماضية، وقد تسجل أيضا في الفترات القادمة بشكل أعلى، خاصة أن الذكاء الاصطناعي لا يزال هناك حيز أكبر للدخول فيه. عندما قرأت في الفترة الماضية لا تزال الشركات 8% تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لذلك في عندي لا زال 92% مجال بشكل كبير للاعتماد على الذكاء الاصطناعي. اعتماد على الذكاء الاصطناعي معناه الاعتماد على انفيديا بشكل أكبر، مما يعني أن على اللونج ران على ما أعتقد لا يزال إنفيديا بشكل أكبر إمكانية تسجيل ارتفاعات. أود أن أذكر هنا ما على المؤشرات الأمريكية في الفترة القادمة: ناسداك مستويات 20,000 تعتبر مستويات نفسية، مستويات الداو جونز 40,000 مستويات نفسية، لذلك أميل إلى إمكانية بعض التصحيحات في الفترة الحالية مع تسعير تخفيض أسعار فائدة لمرة واحدة. الفدرال الأمريكي ذكر مرة واحدة، قد يكون هناك بعض التصحيح الهبوطي في الفترة القادمة بالنسبة للمؤشرات الأمريكية على المدى القصير للمدى المتوسط. ثم موجة بكل تأكيد موجة صاعدة، لأنه بكل تأكيد المؤشرات الأمريكية تستفيد بشكل كبير مع موجة تخفيض أسعار الفائدة. لذلك أميل إلى أن كان تداولات عرضية في الفترة القادمة إلى تصحيح هبوطي للمؤشرات الأمريكية على المدى المتوسط. لنتكلم قليلا يعني عن اليابان وعن الين، يعني يعود ليقترب من مستويات 160 ين للدولار. هذه المستويات نهاية إبريل أوائل مايو شهدنا تدخل للسلطات اليابانية لدعم الين، اليوم نحن قريبين من جدا من هذه المستويات، وأيضا البنك المركزي الياباني في اجتماعه الأخير لم يتحرك لتغيير أو يعني لرفع الفائدة أو حتى للتخفيف من برنامج شراء السندات، وأرجأ ذلك ربما إلى الاجتماع المقبل. فكيف تتوقع، ماذا تتوقع من البنك المركزي الياباني في اجتماعه المقبل، وأين ترى الين في الفترة المقبلة، وهل قد نشهد تدخل جديد من السلطات لدعمه؟ بالنسبة للتدخل الجديد على ما أعتقد يعني واجب على الحكومة اليابانية التدخل. عندما ننظر هنا إلى خلينا أحكي التجار أو المستثمرين ونظرة البنوك المركزية أو البنك المركزي أو الحكومة اليابانية، هناك بعض الاختلاف. عندما ننظر إلى التداولات اليابانية في الفترة الماضية، تداولات لا تزال خلينا نحكي تغض النظر عن إمكانية تدخل الحكومة اليابانية، بالرغم من أنه على الأقل الحكومة اليابانية باتت تتحدث في الفترة الأخيرة تحدث أو تدخل شفوي بات واضح. اليوم كاندا قد ذكر بأن إمكانية التدخل واردة، كازو أويدا قد ذكر بالفترة الماضية حاكم بنك اليابان قد ذكر بأن إمكانية رفع أسعار الفائدة بات وارد. على ما أعتقد في الاجتماع القادم سوف يكون هناك رفع أسعار الفائدة، قد يكون تدخل بنك اليابان على حيثيتين: حيثية أولى بالنسبة لبنك اليابان رفع أسعار الفائدة تقليص المشتريات اللي بالنسبة للسندات في الفترة القادمة، وبكل تأكيد بنك اليابان يعتبر من أعلى المشترين بالنسبة للسندات الحكومية اليابانية، لذلك قد يكون هناك تقليص بالنسبة لعمليات الشراءات. على ما أعتقد قد يحتاج التوقف بشكل كامل بنك اليابان ولو لفترة وجيزة بالنسبة لشراء السندات لكي ينعكس إيجابا على الين الياباني. عندما ننظر إلى الحكومة اليابانية، على ما أعتقد الحكومة اليابانية عند مستويات 160 هي مستويات تدخل قد تكون واردة. عندما ننظر ونقارن السعر الين الياباني اليوم بالنسبة لعام 2012، نحن عم نحكي على دبل بالنسبة للسعر. لذلك على ما أعتقد أسعار الين الياباني هي أسعار منخفضة جدا، فإذا ما يتدخل عن مستويات 160 قد لا يتدخل إلا عن مستويات 165، بالرغم من أن الحكومة اليابانية قد ذكرت في الفترة الماضية لا يوجد مخاوف بالنسبة لانخفاضات العملة اليابانية إلا إذا كان هناك انخفاضات متسارعة بشكل يومي. هو ما أعطى بعض التراجعات بالنسبة للمستثمرين الأفراد بأن التدخل قد يكون متأخر بعض الشيء، لكن مستويات 160 إلى مستويات 163 أعتقد قد تكون مستويات تدخل واردة بالنسبة للين الياباني. فيما لو نظرنا إلى رفع أسعار الفائدة تدخل إيقاف يعني عمليات شراء السندات، أعتقد بأن الين الياباني قد يسجل بعض التعافي إلى مستويات 153 في الفترة القادمة معي. يعني. شكرا لك أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي.